تفاعل جد إيجابي أبدته الشركات الناشئة بالدار البيضاء للانخراط في مشروع المدينة البيئية زناتا. عدد من الطاقات الشابة قامت بتطوير حلول ذكية لإدارة وتسيير المدينة بشكل مبتكر. 10 شركات تم اقتناؤهم في إطار برنامج سمارت زيد للمساهمة في خلق مدينة بمواصفات عالمية تحترم فيها جودة السكن والبيئة. قلنا حنا يا دابا تندير واحد المدينه 30 عام اجي نخلقوا وسط المدينه واحد ليكو سيستيم تاع هاد لي ستارت اب دينوفاسيون تاع ستارت اب اللي تيخدموا في الابتكار وتيخدموا هما باش يديروا هاد الحلول الذكيه في المدينه من الاول، وهما يكبروا مع المدينه ويتطوروا مع المدينه ويشغلوا الناس ويساهموا في التطور وفي التطور الاقتصادي تاع المدينه وتاع البلد ككل. كانوا عندنا هذا العام 10 ديال الشركات اللي كانوا شاركوا في هذا البرنامج، تبارك الله عليهم توصلوا بنتائج اللي هما كيحمروا الوجه، لا في نطاق الانفراستركتور ولا في البيمون ولا في لامبلويابيليتي. كانوا بزاف ديال التحديات اللي هما قاموا باش وصلوهم ونجحوهم، والحمد لله الآن كنشوفوا النتائج ديالهم. أفكار طموحة تترجم على أرض الواقع بفضل الفرصة التي منحها هذا المشروع المتميز للشركات الناشئة المحلية، مشروع متكامل شكل أرضا خصبة لهذه الشركات لإبراز مهارات الشباب المغربي في تقديم حلول مبتكرة ومميزة. احنا اشتغلنا مع هيئة التعمير هنا في زناتا باش نطلقوا هذا الجيل الجديد تاع التواصل الاي او تي، الانترنت دي شوز، الانترنت اوف ثينز، وهذا شيء بخلاف الانترنت اللي كيعرفوا الناس اللي كيربط ما بين لورديناتور ولا بين التليفونات. هذا الاي او تي كيربط بين الاشياء لي زوبجي، وهذا هو في حقه فتح مجالات كبيره ومتنوعه هنا في مدينه زناتا. ومن غير هذه الشراكه هذه ما كانش ممكن ان المشروع ديال خلاص انه يظهر الوجود، حيث انه كان في الاول كفكره صغيره، ولكن بالانطلاق اعتمادا على كل الامكانات التي اتيحت لنا من طرف لاساز شركه تجهيز ديال زناتا، كنا قادرين بان نتكلموا مع مؤسسات كبيره وتستقبلنا وتخلينا ان نتعاملوا معها في اطار هذا التنويع وسائل الدفع للشركات الصغيره والصغيره جدا. الفكره ديالنا هي المدينه اون 3D، دونك لا فيل دو زناتا فيو كو لو بروجي يفا بروندر بليزيور زاني جوسكا 30 ans. احنا كنعاونوا المدينه باش تشوف لي بروجي ديالها اون 3D اون رياليتي فيرتوييل اون طون ريال. مدينة بيئية بمواصفات عالمية تمتد على مساحة 1830 هكتارا وواجهة بحرية تزيد عن 5 كيلومترات، كما ستمكن من إحداث 100,000 فرصة شغل واستضافة ما يزيد عن 300,000 نسمة. مشروع يجمع ما بين توفير سكن مميز بالقرب من العاصمة الاقتصادية وخلق فرص شغل وفضاءات بيئية وسياحية.